السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأفاضل أينما كنتم أحييكم جميعا. في لقاء آخر من لقاءات مع رشاد، ووددت هذه الأمسية أن أتحدث إليكم على ما تعرفه البلاد هذه الأيام، وربما أهم أمران أو أهم أمرين اللي تعيشهم البلاد، هما أولا الاحتجاجات المتصاعدة، الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، سواء كانت مظاهرات سلمية أو كانت إضرابات عمالية أو كانت حتى أحداث واحتجاجات كما حدث في مجموعة من المدن في منطقة قسنطينة، ولكن أساسا وخاصة في منطقة وربلة، هذا على اليومين الماضيين، ولكن أيضا في أماكن أخرى، لأن هناك تصاعد وتصاعد كبير جدا للغضب الشعبي ونتيجة المعاناة، معاناة تكبر يوميا تكبر، والناس لا تستطيع أن تفهم كيف أن البلد اللي يقولوا فيها أكثر من 230 مليار دولار في الخزينة، واللي صرفت أكثر من 600 مليار دولار في العشر سنوات 15 سنة الماضية، لا زالت الناس تعيش في أوضاع مزرية، بل بالعكس كل يوم يمر كثير من مجتمعات يعني أو جماعات كبيرة تنزل أوضاعها وتسوء أوضاعها. طبعا هناك المستفيدين بكل تأكيد اللي استفادوا من هذه الأوضاع، ربما نستطيع أن نضع المستفيدين في حدود 5 إلى 10% من الجزائريين على أقصى تقدير، ولكن الطبقة الوسطى الآن قاعدة تسحق بأتم معنيه الكلمة، والجزء الكبير من الطبقة الوسطى ينضم إلى الفقراء، والفقراء اللي كانوا فقراء الآن أوضاعهم تسوء إلى درجة أنها أصبحت كارثية في كثير من الأحيان. لكن ما ميز أيضا البلاد ليس هذا فقط، هناك ميزة أخرى وهي اللي راح نركز عليها، وسأعود إلى موضوع الغضب الشعبي المتصاعد فيما بعد، لكن ربما سأركز أكثر على خاصية أخرى عرفتها البلاد هذه الأسابيع، وهي فضائح الفساد المتصاعد، قضايا الفساد المتراكمة، واللي تجيني قضية نسي في الأخرى، قضايا لا تتوقف، وأصبحت القضايا تتعلق ليس فقط بعشرات الملايين الدولارات أو مئات الملايين الدولارات، بل بملايير الدولارات. نحن نتحدث على مبالغ ضخمة جدا بكل المقاييس. مثلا الآن قضية سونطراك 2 هذه مع قضية سونطراك الأولى، يقال أنها لا تقل ولن تقل على 2 مليار دولار النهب فيها، وهذه في قضيتين فقط، 2 مليار دولار بالمناسبة هي 20 ألف مليار سنتيم، ولكن هناك قضية سونطراك 3 راهي الآن بدأت تخرج منها قضايا أيضا، وهناك حديث على سونطراك 4 لا يتوقف، يبدو أن مسلسل سونطراك لن يتوقف. لكن مش فقط سونطراك، شركة صنع الغاز الآن أيضا حديث عنها، وطريق السيار كانوا تحدثوا عنه عدة مرات، الشركات البناء الآن الشركات يبدو كل من اشتغل مع الصينيين أيضا فيه فضيحة قادمة، وربما سيعلن عنها بالأيام القادمة مع شركات ألمانية أخرى، مع شركات إسبانية. المهم الكارثة أنه بدون حدود فساد، أين كانت الدولة حتى تفضح هذه القضايا وبهذا الشكل؟ الواقع أنه كما يقول الجزائريين الآن، أغلبية العظمى من الجزائريين لما تسألوا يقول لك ما فيش دولة، هذا هو الخاصية إذا اختصرنا الوضع في البلاد، أنه ما فيش دولة، ما فيش دولة بمعنى ما فيش رقابة، بمعنى ما فيش إدارة قادرة تمسك الأمور، قادرة تمسك زمام الأمور، وكأن الأمور ذهبت في اتجاهات وأصبح كل واحد، أن المثل يقول لك كل طير يلغى بلغاه. لكن في الحقيقة أن خروج هذا الوضع تاع الفساد، هذا مش أول مرة، كنا شهدنا حالات مشابهة في 2010 لكن ليس بهذا الحد. خروجه في واقع الأمر نابع من صدام واقع في هرم السلطة، وهذا اللي برر إلى حد كبير لماذا خرجت القضايا الفساد بهذه القوة، لأن أكثرية قضايا الفساد نشرتها الصحافة الداخلية، ليس فقط صحافة في الداخل، في الحقيقة أيضا صحافة الخارج، هناك
أو مصادر خارجية بما فيها مثلا القضاء الإيطالي، بما فيها الآن الأمريكيين اللي قاعدين يحقوا، بما فيها السويسريين، لكن الجزء الأكبر صدر من صحافة الداخل. وهنا مربط الفرس أو هنا التساؤل، كيف تستطيع صحافة نحن نعرف أنها تخضع بشكل كبير لإرادة الحاكم، لإرادة النظام، أن تفضح جزء من النظام؟ لأن الفضائح تمس في الغالب المسؤولين الكبار، وزراء وغير وزراء اللي مرتبطين بجناح بوتفليقة. هذا يعني أن جناح آخر هو من يغذي هذه الصحافة، وهو من يسمح لها، وهو من يشجعها، وهو من حتى ربما يدفع لها بطرق معينة لكي تكتب عن هذه الفضائح. شيء جميل من ناحية، على الأقل أننا الآن ما كان مخفي وما كانت ملفات عند المخابرات أصبحت في جزء منها، في جزء منها وليس كلية بالمناسبة. هناك ملفات كثيرة الآن ما زالت عند أدراجهم وعندهم في مكاتبهم، ولكن في جزء منها فضحت. بالنسبة لي شخصيا، بالنسبة لحركة رشاد، بالنسبة لبعض المعارضين الشرفاء، هذا ليس جديد. تحدثنا عدة مرات، قلنا منذ عدة سنوات، منذ قبل حتى ظهور قضية الخليفة، من أن هذا النظام فاسد وبالفساد يحكم، وأن الفساد في النظام الجزائري هو وسيلة للحكم. لا يمكن لهذه المجموعات التي سيطرت على السلطة بالقوة وبالقهر وبالانقلاب أن تحكم لو لم تستطيع أن تفسد مجموعة كبيرة من المدنيين وتنشئهم حولها. ولذلك لا يمكن لهذا الفساد، لهذا النظام أن يستمر إذا لم يكن الفساد هو المحرك الرئيسي. في التسعينات كان القتل والإعدام والتعذيب هو المحرك الرئيسي للدولة، تدار بهذا الشكل، بالخوف، بالرعب. في بعد مجيء بوتفليقة أصبح المحرك الرئيسي هو الترغيب. كان الترهيب في التسعينات، ثم أصبح الترغيب أو شراء الذمم أو وأيضا المجموعات اللي استعملوها في التسعينات وشاركت معهم في الحكم طبعا أصبحت تشكل لوبيات، سواء لوبيات محلية أو لوبيات مركزية، إضافة إلى كبار الوزراء، كبار المسؤولين المدنيين، كبار العسكر إلى آخره. ولكن لماذا تخرج المخابرات ديراس؟ لماذا تدفع؟ هذا هو السؤال، لماذا تدفع بهذه الملفات للخروج؟ في الحقيقة هناك صدام قوي وقوي جدا ما بين الجناحين الرئيسيين اليوم في السلطة. الجزائر تقليديا وتاريخيا تحكم بثلاث مجموعات: قيادة الأركان، قيادة المخابرات، ورئاسة الدولة. عندما يكون الرئيس قوي كما كان حال بومديا ابتداء 65، مسك البلاد وكان الأركان والمخابرات تحت إيده. لما مات في 78 وموته كما هو معلوم فيه كثير من التشكيك والشكوك، كثيرين يعتقدون أنه ربما اغتيل أو سمم، ومجيء الشاذلي بن جديد، استرجعت الجيش، استرجع بعض القوى قيادة الأركان، وأيضا المخابرات استرجعت بعض القوى، ولكن بقي عموما الرئيس هو الأقوى، لكن الجناحين هذو نتاع المخابرات والأركان كانوا متواجدين. لكن ابتداء 92 وعندما قامت قيادة الأركان والمخابرات بالانقلاب تحت 11 جنفي، عندما اتفق مجموعة المخابرات مع مجموعة الأركان وقاموا بانقلاب 92 وأزاحوا الرئيس، عدنا لحكم العسكر المباشر. فكانت أول صدام قوي جدا في العشرين سنة الأخيرة بدأ في 92 عندما تم طرد الشاذلي بن جديد وتنصيب المجلس الأعلى كما هو معلوم، لوضعه على رأسه بوضياف. بوضياف أراد لما جاء أراد أن يقاوم الفساد، لأنه اكتشف أن هناك فساد آنذاك. هي بوضياف طبعا لا يقارن بما هو موجود الآن، لكن أراد أن يحارب الفساد. فكان من أهم أسباب اغتيال بوضياف هما في حق ثلاث قضايا. أهم القضايا أو أهم قضية اللي قتلته هو أنه راح يفتش على المفسدين. فبعد ما قتلوا اثنين من العقداء عرائد وعقيد اللي كان بعثهم للبحث في كبار المفسدين، بعدين قتلوه هو مباشرة لأنه تجاوز الخطوط الحمر وقالوا من أنت؟ يعني أنت كنت لاجئ في المغرب، إحنا جبناك، أنت تظن أنك رئيس صحيح، فأدفع الثمن
وتشهد عنابة في 29 جوان 92 لذلك. المهم أكبر صدام حدث إذن مع الشاذلي بالجديد، حيث طردت المخابرات وقيادة الأركان الرئيس واستولت على السلطة مباشرة، وظل كذلك الأمر لغاية ما عين الجنرال زروار رئيسا للدولة في مارس 94، ثم رئيس الجمهورية في نوفمبر 95. لمرة أخرى يصر الصدام ما بين الرئيس اللي كان آنذاك زروال ومع المخابرات من جهة وقيادة الأركان، وكان هذا صدام عنيف وقوي جدا في 98. بمقتضاه تم إسقاط زروال بعد أن أسقط اليد اليمنى له محمد بتشين. شنت الصحافة آنذاك بدعم كما نشهد اليوم، بدعم من المخابرات ومن قيادة الأركان، حملة عنيفة جدا عن الجنرال محمد بتشين، مما أدى إلى إسقاط زروال، لأن زروال كان يعتمد على محمد بتشين أساسا. فكان مجيء بوتفليقة ووضعه جنرالات يوضعه على رأس الدولة وينتخبوه، وظل الوضع كذلك. مرة أخرى تقاسم السلطة بين الأركان المخابرات والرئاسة إلى غاية 2004. في 2004 يحدث تصادم آخر، هذه المرة ما بين رئيس الجمهورية، ما يسمى برئيس الجمهورية، وما بين قيادة الأركان اللي كان يقودها آنذاك محمد العماري، الهالك محمد العماري، توفى أعتقد في 2011. آنذاك المخابرات تحالفت مع الرئاسة وأسقط محمد العماري، وتم طرده، حتى أنه في الجريدة الرسمية اللي صدرت في أوت 2004 قالت تم إعفاؤه من مهامه وليس استقالة كما ذكرت في البداية. تم إضعاف قيادة الأركان، أصبحت القوة الرئيسية ما بين الرئاسة أو جناح الرئاسة والمخابرات، ويظل الوضع عليه كذلك إلى غاية صدام آخر يحدث، حدث في بداية 2010 في جونفي 2010، وكان حول سوناتراك وتطور لتصبح فيها أوضاع أخرى. تم إسقاط المدير العام آنذاك مزيان، اللي كان الرئيس المدير العام لسوناتراك، وبعض كبار المسؤولين سوناتراك، ولكن أيضا مس بعض القريبين منهم، وصار صدام بين الجناحين، وكانوا هذول محسوبين على بوتفليقة بالمناسبة. بعدها مباشرة بشهر تم اغتيال علي تونسي، والصدام انتهى إلى طرد كبار الوزراء اللي كانوا قريبين من بوتفليقة، وهم زرهوني، يزيد زرهوني كان وزير الداخلية، تم إعطاؤه منصب بسيط اللي هو نائب رئيس حكومة، لكن الحقيقة كانت نوع من الطرد المهذب، وتم طرد تمار عبد الحميد تمار، وخاصة تم طرد شكيب خليل آنذاك. بالمقابل استطاع بوتفليقة أن يفرض أحد رجاله المقربين منه اللي هو عبد الغني الهامل على رأس الشرطة، واللي يوضع على رأس الشرطة. جت أحداث ما عرف بالربيع العربي، خاصة مع سقوط نظام تونسي ثم تلاه المصري، لتضع هدنة ما بين الجناحين، مخابرات من جهة وبوتفليقة من جهة، لأنهم شعروا أنهم مهددين، كلا الجناحان مهدد أو نظام كله مهدد، فاتفقوا على أن تكون هناك هدنة. هذه الهدنة بقيت إلى حد ما إلى غاية نهاية 2012 لتعود مرة أخرى وبقوة، ونشهدها هذه الأيام، ونشهد كشف على فضائح فظيعة. إذن يتجدد هذا الصراع مرة أخرى ما بين قيادة المخابرات وجناح الرئاسي. قيادة الجيش، قيادة الأركان، راهي في شكل محايد تقريبا، اللي طبعا قائد الأركان هو الجنرال قايد صالح، راهو تقريبا في وضع محايد، بعدين سنتكلم عليه. أنا أتحدث على هذا لأن أريد أن أفصل أو أعطي فكرة على طبيعة هذا النظام، على طبيعة الصراع القائم فيه، على لماذا يقوم هذا الصراع. لماذا يقوم هذا الصراع؟ الصراع هو في الحقيقة ليس حول السياسات، لأن السياسات في الغالب متفقين عليها، لكن حول المصالح، حول المال، حول المراكز، من يضع من كسفير، من يضع من كوزير، هذا الوزير يتابع لهذا الجناح أو تابع لهذا الجناح، هذا السفير لمن تابع، هذا المدير الشركة لمن تابع، هذا إلى آخره. المناصب الكبرى والمناصب العليا يتقاسمونها بيناتهم، أحيانا يدابزوا
يتخاصموا يتعاركوا على المناصب وعلى الأموال. طبعا المناصب هذه تجيب أموال. بينما في السياسة الكبرى هو أنه نمسك السلطة نحن استبدادا قوة، طبعا بديمقراطية شكلية وبدي برلمان شكلي وقضاء شكلي، لكن هو في الواقع أنه هذه الأمور كلها متقسمة ما بين الجناحين، ما عندهمش مشكل في هذا الموضوع. لكن لماذا اشتعلت من جديد هذه المعركة؟ هي في الحقيقة العهدة الرابعة هي اللي شعلت هذه المعركة من جديد وبقوة، لأن المخابرات قررت أن لا ما يفوتش بهذه العبارة، يعني بوتفليقة ما يزيدش يفوت، لأنه شيء الأول أن قالك راهي الأوضاع كارثية وتنهار في البلاد، ونحن على اللي بقات الأمور هكذا سيجرفنا الطيار، سيأتي تسونامي شعبي، ستأتي ثورة غاضبة للشعب وسيسحقنا، وسيحدث ما حدث في مصر وما حدث في تونس وما حدث في ليبيا. والسبب الثاني وهذا هو الأخطر بالنسبة لهم ربما أيضا، هو أنه يعتقدون أن هذه المرة سيتم إسقاطهم كلهم، يعني هو يسعى إلى إسقاطهم إذا مر في عهدة رابعة، لن يخسر شيء وسيسقط كل اللي إذا كانت العهدة الثانية سمحت له بإسقاط محمد العماري في 2004، وكان محمد العماري خصم كبير له، قد تم طردهم تقريبا في نفس اليوم في صيف 2004، إذا كان سمحت له هذه العهدة الثانية بذلك، فهم يعتقدون العهدة الرابعة ستقضي على بعض كبار الجنرالات وخاصة المخابرات. يا ليت كان يفعل في الحقيقة، لو كان بالفعل حاكم مدني اختاروا الشعب، لكن هو اختاروا الجنرالات، وحتى لو فعل ذلك فإنه سيأتي فقط بجنرالات تابعين له، ليس خدمة لحكم المدنيين أو لحكم الشعب عن طريق المدنيين إلى آخره، كما يجب أن تكون في أي دولة مؤسسات، في أي دولة تحترم نفسها. في هذا الصدام وفي هذا التصادم كل واحد يبحث عن أوراقه، من معه من ضده. باختصار بسيط لأن الوقت يضغط، يعتمد نظام المخابرات أو جنرالات المخابرات يعتمدون أساسا في دعمهم على ما بنوه في فترة التسعينات، على الأشخاص اللي وضعوهم في مناصب عليا سواء كانت عسكرية أو مدنية، ويعتمدون على الصحافة التي يحركونها بشكل كبير، يعني جزء الأساسي من الصحافة تخضع للمخابرات. مثلا وجدنا جريدة الشروق الآن هي اللي تقود صنفونية الكشف الفضائح بشكل يومي مثلا، هذا على سبيل المثال فقط، لكن أيضا هناك جرائد أخرى داخلة، لكن اللي يقود هذه الحملة هذه المرة أعطيت لجريدة الشروق وتلفزيونها أيضا. أيضا يحاول يبحثوا على حلفاء آخرين. المشكلة أن بوتفليقة استطاع أن يضع أيضا عنده أشخاص ورجال اللي وصلهم إلى مناصب واللي يدينون له بالولاء ويدينون له بهذه المراكز اللي وصلوا لها، كثير من السفراء الوزراء الولات حتى داخل الجيش. أيضا هناك نوع شبه توازن، يعني تعتمد المخابرات أيضا على أحزاب، شفنا كثير من الأحزاب، بعض الأحزاب اللي كانت تقول برنامج الرئيس برنامج الرئيس 14 سنة هم يصدعوا في رؤوسنا بالبرنامج الرئيس، الآن يقولوا على الرئيس أن يرحل قلاب بين عشية وضحاها، كان غريب يعني. لكن في الحقيقة لما نفهم ارتباطهم بأجهزة المخابرات نعرف أنهم قيل لهم أن يقولوا ذلك فقالوا ذلك. أنا لا، هذا لا يعني أن كل من يقول لا لعهدة رابعة ولا أنه تبع المخابرات، لا، هناك من يقولها صدقا ومبدأا وإخلاصا في الداخل أو في الخارج، وهناك لكن هناك من يقولها لأنه قيل له أن يقول ذلك. لكن بوتفليقة يتفوق في شيء آخر، وهو أو الجناح الرئاسي اللي يقوده بوتفليقة. طبعا لما نقول بوتفليقة في الحقيقة بوتفليقة راه شبه غائب، اللي يقوده هو السعيد بوتفليقة، بينما عبد العزيز في حالة مرضية تسوء ووضعه يسوء، والناس كلها تراه في شكل، يعني هذا لم يعد سرا أو ممكن إخفاء، حتى الملامح نتاع الرجل تعبان جدا. المشكلة إذن أنه بوتفليقة وعن طريق السعيد وعن طريق المحيطين به ربط علاقات قوية ببعض الدول في الخارج. أهم دول اللي تلعب في الساحة الجزائرية طبعا أهم دولة هي فرنسا. فرنسا قدم لها بوتفليقة كل ما تريد بل أكثر مما كانت تتوقع، يعني الفرنسيين فوجئوا أن بوتفليقة يسمح بالأجواء، فتح الأجواء للطائرات، هما كانوا يريدوا فقط
أن لا تعترض الجزائر على تدخلهم في مالي، لأنهم كانوا يقولوا، كل محللين الفرنسيين كانوا يقولوا بدون موافقة الجزائر على تدخل فرنسا في مالي فلن ننجح. نحن لا نريد دعم الجزائر لكن نريد أن لا تعترض. لكن ذهب أبعد من ذلك بوتفليقة وفتح الأجواء. الحقيقة لما جاء هولندا كان هناك حديث على ساعدني ساعدك. بوتفليقة هم يهمه هو عهدة رابعة، قالها وكررها عشرات المرات، لن يغادر الحكم إلا وهو ميت، لأنه يعني يخشى أيضا من الانتقام منه، يخشى من أنهم ربما يحدث له هو والفريق اللي معاه خوته والجناح الرئاسي عموما أن ينتقموا منه. إذا فهو قال أنه سيموت في الحكم، فكان الاتفاق مع الفرنسيين على أنه فتح لهم الأجواء. وكثيرين يقولون أن جزء من العسكر، ليس كل العسكر وسأقول من الجزء الآخر، لم يكن يعرف ذلك. لن أطيل في هذا. اللاعب الثاني الرئيسي هم الأمريكان. الأمريكان أيضا الآن فتحت لهم الصحراء، طائرات بدون طيار الآن عادي في الصحراء الجزائرية، بل أن الطائرات الأمريكية بدون طيار يبدو أنها شاركت في الحرب هذه في شمال مالي وتمر عبر الحدود الجزائرية بشكل بسيط. وفضحت ويكيليكس قبل فترة من أن هناك طائرات للمخابرات الأمريكية تتجسس على الجزائر، موجود الوثيقة، سنضع لها رابط مع هذا الوضع بالنسبة للناس اللي تابعوه عبر الانترنت. فأمريكا أيضا أخذت من بين، أيضا ملاحظة بسيطة، هو مثل الولايات المتحدة لما كلينتون زارت الجزائر قبل سنة ونصف طلبت أن يتم تقديم تعويض لأندركو. أندركو هذه شركة أمريكية بترولية كانت في صراع مع سوناتراك حول بعض المسائل، كان بيناتهم خلاف. فأندركو كانت تطالب ب 4 مليار و200 مليون دولار، وقالت كلينتون لما زارت الجزائر اعتقد في مارس او ابريل 2011 انها لن تدخل الجزائر اذا لم تتم التسويه، ووافق بوتفليقه بتوقيع على اعطاء شركه اناداركو 4 مليار و200 مليون دولار. وفي زيارتها السابقه قبل 6 اشهر طالبت كلينتون بعقد لشركه جنرال الكتريك الامريكيه بما يعادل 1 مليار و800 مليون دولار، واخذته بدون منافسه او بدون خروج على قانون الصفقات. قانون الصفقات المفروض أن هذا يوضع على المزاد وتأتي شركات تقدم إلى آخره، بينما أعطي جري أجري لهذه الشركة الأمريكية. الأمريكيين طبعا استفادوا كثيرا من دعم بوتفليقة، دعم النظام ككل، ولكن بوتفليقة ممثلا في بوتفليقة أساسا لحربهم ما يسمى بالحرب على الإرهاب إلى آخره. بوتفليقة يريد أن يستفيد من ذلك الدعم ومن تلك العلاقات لدعمه في البقاء في السلطة. هناك لاعبين آخرين صغار في الأصل لكنهم يلعبوا الآن وعندهم دور في اللعب على التراب الجزائري وعلى الوضع الجزائري. من بين هؤلاء الإمارات. الإمارات اللي كان بوتفليقة ساكن عندهم أيام الصحراء، أيام 20 سنة اللي ظهر في الطرد من السلطة، طبعا قدموا له خدمات كثيرة، الخليجيين عموما ولكن الإمارات بشكل خاص، وأيضا دولة قطر. قطر مثلا تم توقيع عقود معها قبل شهر في 7.5 مليار دولار، وتقدم لها امتيازات وتقدم لها كثير من الأشياء لكي تدعم بوتفليقة. إذن القوى الخارجية كبيرها وصغيرها يدعم، أو على الأقل يعتقد أنه يدعم بقوة الجناح الرئاسي. هذا يضعف المخابرات، ولكن في نفس الوقت لأنها أقوى هي على المستوى الداخلي، خاصة بسيطرتها على الإعلام وبسيطرتها على كثير من الوزارات وكثير من الأجهزة والشركات، ولكن أهم شيء تسيطر عليه المخابرات هو في الحقيقة المعلومات، الملفات، ولذلك هم يستخدمون هذه الملفات الآن بشكل بشع. كل واحد يحاول يرد عليه ملف. هناك طرف سيلعب دور الحكم إذا شئنا في هذه المعركة، وهو الطرف الثالث اللي ذكرناه، وهو قيادة الأركان. قيادة الأركان لا تتنافس على السلطة مع الجناحين، هي أضعف، لكنها سيكون لها دور في فصل أو حزم هذه المعركة. من بين قيادة الأركان، في الحقيقة لما نقول قيادة الأركان أو نقول الجيش،
نعلم أن هناك حوالي 320 جنرال في الجزائر، لكن هناك حوالي 70 إلى 90 جنرال يلعبوا دور رئيسي في البلاد، وهذون هما اللي رايحين إذا شئنا يكون لهم دور الحكم في المعركة. من بين هؤلاء قادة النواحي العسكرية، الجزائر فيها 6 نواحي عسكرية رئيسية. الناحية الأولى ويقودها حبيب شنتوف، جنرال حبيب شنتوف. الناحية الثانية ويقودها اللواء سعيد باي، جنرال سعيد باي. الناحية الثالثة ويقودها سعيد شنقريحة، جنرال سعيد شنقريحة. الرابعة عبد الرزاق الشريف، جنرال عبد الرزاق الشريف. الخامسة الجنرال بن علي بن علي. السادسة عمار، الجنرال عمار الثامنية. هؤلاء طبعا لكل قائد ناحية عسكرية لديه نائب، وهو في الغالب جنرال أيضا، ولديه قائد الأركان. إذا عندنا 18 جنرال اللي هم رؤساء أو زعماء النواحي الستة. هؤلاء يلعبوا دور كبير في حسم هذه المعركة، وعموما عندهم دور في اتخاذ القرار عموما، يعني خاصة قادة النواحي. لكن ليس هؤلاء فقط، هناك جنرالات آخرين مثل قائد الأكاديمية العسكرية لشرشان. شرشان مهمة جدا كأكاديمية عسكرية، منها يتخرج ضباط جزائريين، هي أهم أكاديمية عسكرية، وعلى رأسها جنرال يسمى علي سيدان. علي سيدان هذا إذن واحد من الجنرالات المهمين اللي راح يلعب دور في هذه المعركة القائمة. أيضا هناك جنرال آخر يسمى الجنرال زراد، هذا علاقته مرتبط بالنيتو، علاقاته بالنيتو وبين الجزائر، بين الجيش الجزائري وبين الجزائر عموما والنيتو. هناك جنرال آخر واحد من كبار المجرمين يسمى قدور بن جميل، وهذا هو ممثل الجزائر إذا شئنا في مجموعة تسمى الخمسة زائد خمسة، أي دول البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا ومالطا، وهو يمثلهم عن الجزائر. إضافة إلى هؤلاء الجنرالات هناك المدراء لديريكتور ديبارتمنتو في وزارة الدفاع. من بين هؤلاء على سبيل المثال، ليس لأنهم عددهم شوية كبير، الجنرال علي أكروم هذا المدير المركزي للعتاد، أو الجنرال الأشخم عبد القادر اللي هو مدير المركزي للإشارة بوزارة الدفاع، الجنرال بودواو بوجمعة اللي هو مدير المصالح المالية، أو الجنرال زروق دحماني اللي هو رئيس إدارة الخدمات الاجتماعية. هناك أيضا الجنرال محمد الصالح بيشة اللي هو مدير الخدمة الوطنية، والجنرال بوعلام ماضي اللي هو مسؤول الاتصال والإعلام. هناك جنرالات آخرين، أنا أذكر بعض الأسماء مهمة جدا لأن هؤلاء سيلعبون دور في المرحلة القادمة. كيف ما كانت الأمور، لا قدر الله إذا توجهت الأمور في البلاد إلى 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 عنف كبير، هؤلاء سيكون لهم دور، وتذكير بأسمائهم مهم جدا. أما إذا بقيت الأمور في إطار الصراع داخل السلطة، فهؤلاء أيضا اللي رايحين يرجحوا إلى هذا الطرف أو هذا الطرف، يعني هم اللي رايحين يلعبوا دور الحكم أو دور ترجيحي. لكن أهم من كل هؤلاء الجنرال اللي ذكرتهم هم الجنرال عبد الملك نيزية اللي هو الوزير المنتدب للدفاع ومدير ديوانه رشيداوي، وقائد حرس الجمهوري اللي هو محمد مولاي ملياني، واللواء عبد الغني هامل رئيس الشرطة، اللواء أحمد بوسطيلة رئيس الدرك، اللواء قائد القوات البرية حسن طافر، قائد أركان وعبد الغني مالطي، قائد القوات البحرية اللواء مالك نسي، قائد القوات الجوية اللواء عبد القادر الوناس، قائد القوات الدفاع الجوي عمر عمراني، والأمين العام لوزارة الدفاع اللواء محمد الزناخي. على رأس هؤلاء جميعا يأتي القايد صالح. القايد صالح وصفته، القايد صالح بالمناسبة عمره 80 سنة، أكبر، لم يشهد التاريخ أن هناك قائد للأركان عمره 80 سنة في التاريخ فيما أعرف. لكن ليس هذه الميزة فقط يتميز بها قايد صالح، وإنما يتميز كما وصفته وثيقة لويكيليكس، أي السفير الأمريكي اللي كان في الجزائر قبل 3 سنوات، قال هذا لو بلي كورومبي، هذا أفسد عسكري في الجزائر، هو القايد صالح، أي قائد الجيش. تخيلوا قائد جيش شيخ كبير عاجز مريض ومن أكبر المرتشين على الإطلاق، لكن مع ذلك وباعتباره قائد الأركان. لماذا قائد الأركان مهم؟ لأن القوات، خاصة القوات البرية اللي ذكرت أنه يقودها حسن طافر، هي اللي تحسم أي شيء على الأرض،
القوات الجوية تلعب دور، القوات البحرية تلعب دور، لكن القوات البرية هي الأساس، والقوات البرية يتحكم فيها قائد القوات البرية، ولكن أيضا قائد الأركان أساسا. هؤلاء الآن، البعض من هؤلاء الجنرالات اللي ذكرت مثل سعيد باي مثلا رئيس الناحية العسكرية الثانية، هذا معروف تابع للمخابرات، قدر بن جميل مثلا تابع المخابرات معروف، لكن هناك آخرين تابعين لبوتفليقة، وخاصة عبد الغني الهامل رئيس الشرطة، وبوسطيلة رئيس الدرك. إذا داخل الجيش هناك شبه توازن، مجموعة من كبار الجنرالات بمناصبهم وبمراكزهم تدفع أو تدعم جناح رئاسي، وكثيرين منهم كان عينهم بوتفليقة أو رقاهم بوتفليقة، ولكن جنرالات آخرين وهم الأغلبية في الحقيقة يدعمون وأولياء نعمتهم أو خوفهم أو سميهم كما شئت من الدي ار اس. لكن الدي ار اس كما نعرف الدي ار اس فيها 18 جنرال على رأسهم توفيق، توفيق كما نعرف مريض. الآن أخطر واحد من هؤلاء هو بشير طرطاق. بشير طرطاق يقود ما يسمى بي دي اس اي أو دي اس اي، اللي هي مديرية الأمن الداخلي منذ ديسمبر 2011. عينا كان بشير طرطاق ما يعرف عنه كثير الدموي، يعني واحد من أكثر الدمويين على الإطلاق، أنه مارس التعذيب بيديه في التسعينات، مارس القتل بيديه، خطط لكثير من المجازر خاصة اللي كانت في منطقة البليدة، لأنه هو كان موجود في منطقة البليدة وفي منطقة بن عفلون، وكان يقتل بيديه، كان يعذب بيديه. هذا هو اللي قدموه لنا اليوم على أساس أنه سيحارب الفساد. كتبت إحدى المواقع التابعة لهم، قالت أنه هو اللي يقود لما ما يسمى بالأوبيراسيون مان بروبر، أي أن عملية الأيادي النظيفة. وهذا يعني المضحك المبكي حقيقة، كيف أن اللي ذبح الجزائريين ذبحا حقيقيا في التسعينات هو اللي يقود معركة الفساد. في الحقيقة المعركة التي يخوضونها كلا الجناحين لا علاقة لها بمحاربة الفساد، لا علاقة لها بحماية الجزائر، والدليل أنهم سمحوا بالآن سيادتها مخترقة من طرف الفرنسيين الأمريكيين حتى البريطانيين حتى الألمان، الكل متواجد، حتى كاتب المخابرات الغربية علنا متواجدة في الجزائر، CIA كما قلت، وهناك وثيقة تشهد على ذلك، تتجسس على كافة التراب الجزائري بطائرات معروفة وبطائرات تجسس، وهم يقومون بشراء الأسلحة اللي يقولوا لهم عليها وإلى آخره. وحتى شفنا أن أموالنا الآن ما يزيد عن 60 مليار دولار جزائري الآن في ما يسمى بليبوند أمريكا، أي أنشروا بها يساعدوا بها الاقتصاد الأمريكي، 5 مليار بطلب أمريكي أعطيت لصندوق النقد الدولي على سبيل المثال. المشكل أنه هذا النظام قابل للابتزاز، وهذا النظام نتيجة لأن ما فيش مؤسسات مدنية هي التي تراقب، ما فيش شعب هو اللي يختار الحاكم، وإنما اللي يختاره الحاكم هو الرئيس. بالمناسبة المعركة لماذا أيضا تشتد؟ في تعديل الدستور، تعديل الدستور في قضية نائب الرئيس وفي قضية العهدات، وفي هذه قضية أيضا في حد ذاتها هي اللي لهب الموضوع. ما يحدث الآن، مزيد سنشهد الأسابيع القادمة مزيد من كشف الفضائح، ستظهر فضائح مع الألمان مع الإسبان مع السويسريين، ستروها يعني صراها الناس، ومع الصينيين فضائح كبيرة مع الصينيين، سنشهد مزيد من الفضائح، سنشهد الأمور قد تتطور إلى أكثر حسب إذا ما يتفقوا أم لا. هم ممكن جدا أن يتفقوا ويصلوا إلى حل كما وصلوا في 2010 مثلا، في 2011 لما شافوا الخطر تاع الثورة العربية يزحف، فاتفقوا على أنه خلاص المعركة النظام قد يسقط كله. إذا هل نحن محكومين بصراع الأجنحة ونبقى أسرى لصراع الأجنحة، أسرى لهذا النظام المتقاتل والمتصارع على المصالح وليس على خدمة البلاد أو خدمة العباد؟ اعتقادي الأمور تغيرت. ما يحدث الآن من حراك يتحول إلى انتفاضة في الجنوب أساسا، وبالمناسبة هناك أيضا مظاهرة ستكون كبيرة في ورقلة يوم الخميس بعد يومين من الآن، وسترفع شعارات أكبر من المظاهرة الأولى. هناك مدن أخرى في الشمال تتهيأ
للخروج، لكن في الحقيقة وأقولها بكل صراحة ما زالت بعض الجهات غير منظمة، ما زالت بعض المجموعات غير منظمة، وبالتالي تتحول بسرعة إلى شغب كما شاهدناه في ويلي. أهم شيء إذا أردنا إنقاذ الجزائر، إذا أردنا إنقاذ وطننا، إذا أردنا إنقاذ أنفسنا، إذا أردنا إنقاذ مدننا، إذا أردنا إنقاذ أولادنا، لابد من عمل منظم سلمي. ما يخيف هذا النظام هو المظاهرات والاحتجاجات والانتفاضات والمسيرات والوقفات السلمية. بمجرد ما توجه إلى احتجاج تنتهي. قد يكون هناك احتجاج عالم ويؤدي إلى إسقاط النظام، لكن لا نفضل ذلك. نفضل أفضل طرق هو الحلول السلمية، هو خروج الناس بطريقة سلمية منظمة، كما شفنا في الواد، كما شفنا في الأغواط، كما شفنا مؤخرا في غرداية، في ورقلة إلى آخره، بشكل منظم. لابد أن يكون هناك من يشتغل على ذلك، خاصة في المدن اللي ما زالت ما رتبتش أمورها. ثم يكون خروج جماعي إذا أمكن، وخاصة الخروج في العاصمة. أنا لماذا أقول هذا؟ أحيانا الناس يحسبوا باللي رانا نحرض على الثورة ونحرض، نعم نحن نحرض على الثورة حتى لا يسقط الوطن نهائيا، حتى لا تموت الناس مثل ما راهي تموت الآن في سوريا. إذا لم يكون هناك قوة منظمة، هذا النظام يذبح في الشعب، هذا النظام دمر الناس، هذا النظام حطم البلد، هذا النظام أوصل الجزائر إلى وضع كارثي على المستوى الدولي، على السياسة الخارجية، لم تعد لنا أي قيمة. جزائري في أي مكان لم يصبح له أي قيمة، باسبور الجزائري أصبح إهانة، الجنسية الجزائرية أصبحت إهانة. هذه الجنسية اللي كانوا الناس يحلمون بها، يعني كانت الناس أيام الستينات والسبعينات حتى في حكم الاستبداد نتاع بومدية، لكن الناس كانت تعرف الثورة الجزائرية وتعرف، كانت تحلم حقا بأن الإنسان يكون جزائري. الآن أصبح وكأنها شكل عار. وصلونا إلى مرحلة بائسة حقيقة. فالثورة في الحقيقة السلمية هي إنقاذ للناس، هي ليس تحطيم للبلاد أو عنف، أو بالعكس، هذا النظام هو اللي يزرع العنف، هو اللي يتعامل مع العنف، هو اللي يملك العنف، هو اللي عنده القوة. هل الناس اللي تدخل المظاهرات هي تحمل العنف؟ العنف عند النظام، الحصار ليس النظام، حتى نكون دقيقين كما دائما أذكر، ولكن نحن نقول النظام حتى يفهم الناس عما يتحدث. أنا مع ذلك متفائل جدا، خاصة مع حركات الشبانية الواعية اللي تتحرك الآن، واللي نتمنى تستمر وتعمل بشكل موضوعي. أنا كنت وعدت بأننا سنبدأ نتحدث في قضايا تنظيمية وكيف الناس تستطيع أن تنظم نفسها، سأبدأ في ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم، ربما مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين، نشرح فيها بعض القضايا التنظيمية اللي ممكن تفيد الناس وتخفف من التكلفة. لم يعد السؤال في الجزائر إذا ما ستسقط هذه العصابات أم لا، وإنما متى ستسقط وكيف ستسقط وما هو الثمن الذي سيدفع. إخواني الأفاضل، أينما كنتم، في الداخل أو في الخارج، في أي مكان كنت، غني أو فقير، مستفيد أو غير مستفيد، إذا انخرطت في عملية التغيير فسيستفيد الجميع. كلما انخرط عدد كبير، كلما انخرط المثقفين، الطلبة، الناس اللي فاهمة، العقلاء، كلما انخرطوا في عملية التغيير لإنقاذ الجزائر سننقذها جميعا. كلما ابتعدنا، كلما تأخرنا، كلما ما الأمر ما يعنينيش أو ابتعدنا، فسيكون ثمن غالي، لأن هناك ناس لم تعد تستطيع الصبر خلاص، لو يشوفوا أن أخوانهم يساعدوهم تمشي الأمور. حيكم جميعا أينما كنتم، وسنضع روابط لهذه الأشياء التي ذكرناها، وربما أيضا تشاهدونها وأنا أتحدث، كما ربما كنتم تشاهدونها وأنا أتحدث وهي تمر على الشاشة. تحياتي لكل الأشراف، لكل الأحرار، لكل الأخيار أينما كانوا وأينما وجدوا. تحياتي لكل من يحمل هم الوطن ويحمل هم الشعب ويحمل هم المساكين والفقراء في قلبه. السلام عليكم ورحمة الله.